في مصر هناك عقوبات مهيبة على الديون، وتذهب مصر إلى صندوق النقد الدولي ويقولون عفوا لابد أن تفكروا في تقللوا الاستثمارات، يجب أن نقلل الاستثمارات المصرية، ولكن مصر تقول نحن نفكر في المستقبل. وفما يقوله محمود هو صحيح تماما، مصر تستطيع أن تواصل الطريق فيما إلا أو فيما عدا سداد القروض. لا يمكن أن نتحمل تكلفة عدم تعليم أطفالنا، وهو أمر مهم للغاية لهذه الدولة. ولكن ميزانية التعليم، ماذا يفعل صندوق النقد الدولي في الحياة؟